بتقول لأبو شوكت العقيد أبو النار بيتشرف في نسبة كل سبع عيلتها، مستعد يعطيك بنته على طبق من دهب. تسلم يا عقيد والله أصلي، بس يعني مشان تكون أنت على ضوء، تعرف إنه عصام عنده جوز نسوان والمحروسة بنتك رح تكون الثالثة، يعني عدم المؤاخذة ضرة على جوز حريم. هالشي ما بيعبوا للرجال يا أبو فارس. بعدين عصام أنا بعرفه منيح وبعرف أبوه قبل منه رحمة الله على ترابه. معناتها لروح خبره لكن يا عقيد، والله يقدم كل شيء فهني خير. آمين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم. الله معك أبو الفوارس، مع السلامة. أبو النار وفا؟ لك آي وفا، وقال بشرفه نسبه. لك الله تخلي لي إياك يا أبو فارس، الله يخلي لي إياك. لك شيبك شايفك رح تبكي. لك شو رح أبكي يا بعطي قلبكي أنا، بس أنا مبسوط، مبسوط لأني بدي كسر راسه لهدول باللبتين اللي عندي. وينها؟ شو وينها؟ مسيك أبو فارس، مسيك. شو هذا؟ لك هي أحسن من اللي قبلها. عم تحكي أكيد. لك أصلي، لك الله بحي أصلك، والله لا تدعي لك أبو فارس ليل ونهار. هات بوشت. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. ايش لا؟